هي الناس بتبقى ايه تعبانه في شغلها ومضغوطه في شغلها، في اسماك معينه بتبقى ايوه طبعا اللي هي بتهدي يا ساب بتشوف الخرطوم، يعني الناس بتبقى ايه حالتها النفسيه ايه تعبانه، هم بيجيبوا سمك على خاطر ايه يفك عنه. هاشم ده مكان حاجه سمك ايه ممكن تشاور لنا عليه اللي هو اي سمك اي حاجه بس شغال يا سمك. بس الحاجات السمك ده شكله غريب يا ابني بنصه. ايوه السمك ده تايجر، السمك ده هو التايجر ده اسمه سلي كولر. يعني سلي كولر اتكلم يا سيد يا حسام دي اسمها سلي كولر، يعني سلي كولر اللي هي فيها كل الالوان كل الالوان. ماشي شوف حضرتك لاخر كلمه اخيره تحت كلمه اخيره تقول هقول للمسلمين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي واولادكم طيبين وانتم كويسين. انا النظره انا النظره شويه مناظر وعندي سمكة سودة بتخش العين والحسن. اللي هي فين بقى؟ هات سمكة سودة يا سيد. حسن. وبالنسبة لأهل البيت بتحسوا بقى بالراحة؟ أيوة طبعا. أنا واحدة جت تقول لي وكتاب بالله مرتين ثلاثة السمك بيموت عندي على الفراش. أه 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 دي السمكة السودة اللي بتخش العين. بصي عينك مسلوبة أهي. هات يا سامي هات يا سامي. ما ب 10 جنيه ما ب 10 جنيه حاسب من العيان يا استاذ. ما ب 10 جنيه قولها ادي يا منور صورها ولا والله قدامك كده ولا حرق لك دم صوري بقى حاسب. انا كنت بيتش رقم واحد وما اشتغلهاش ولا واحد. بصي دي بقى بتخش الحسن اللي بيخش بيلاقي سمكه سوداء يقول لك ايه ده في سمكه سوداء؟ بتروح واخده العين وميه في الضبط بتاع